مجاهدو الجيش اليمني وجهوا رسالة إلى مجاهدي المقاومة الفلسطينية قالوا فيها إن بطولاتهم حطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر وأشعلت جذوة الثورة في أبناء الأمة. من المجاهدين في الجيش اليمني إلى إخوانهم المجاهدين في غزة وكل شبر من فلسطين، نداء الوفاء. السلام عليكم أيها المجاهدون الأبطال الثابتون في ميادين القتال بكل شجاعة واستبسال. السلام على أقدامكم الراسخة كرسوخ الجبال وقلوبكم الثابتة رغم الشدائد والأهوال، وأيديكم الضاربة للأعداء في كل ميادين النزال. أيها المجاهدون، إن بطولاتكم العظيمة قد حطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وحطمت معها أحلام العملاء والمطبعين بتدجين شعوب أمتنا لأعدائها من المجرمين الصهاينة. فضربتم بجهادكم في سبيل الله أروع الأمثلة لشباب أمتنا عن البطولة والفداء، وأشعلتم جذوة الثورة في صدورهم